وهي المدخل للمادة حقنا. ففضلت اليوم أن أعرفكم أو نتعرف على الأحماض الهنينية وبعض أنواعها وأساسيات تصنيفها، وبعد ذلك ننتقل إلى الفعالية الحيوية أو الدور الذي تلعبه الأمينو أسيد في حياة الكائنات الحية وبالذات الإنسان، ومن ثم الفقرات الأخرى. قبل ما أجي للجدول أريد أذكركم ببعض الأساسيات التي تشكل منها مصطلح أمينو أسيد. ماذا تعني أو ماذا يعني مصطلح أمينو أسيد؟ الأحماض الأمينية كلنا يعرف ومر علينا في دراستنا السابقة أنه إحنا لدينا مركبات عضوية organic molecules تعرف بالكاربوكسيليك أسيدز، الأحماض الكاربوكسيلية وإذا أخذنا مثال أو نموذج للتركيب الكيميائي لهذه الأحماض الكاربوكسيلية سجاز C-C-C-O-H So we have this group which we call carboxylic group, مجموعة الكربوكسيلات COOH واللي نشر أيضا نمثلها بهذا الشكل، يعني مجموعة الكربوكسيلات جروب تتكون حقيقتها تتكون من مجموعتين، كثير منكم ما يعرف هذا الكلام، تكون مجموعة كربونيل أو كربون عليها أكسجين، يعني مجموعة كربونيل ومجموعة هيدروكسيد. The carboxyl group consists of two functional groups, the carbonyl group and the hydroxyl group. هذه مجموعة الكربوكسيل عندما توجد في مركب عضوي فيوصف المركب العضوي أو يعرف بأنه carboxylic acid. It is a carboxylic acid. وفي تسمية المركبات الأحماض الكربوكسيلية تسمى ذرة الكربون المجاورة لمجموعة الكربوكسيل الحرف ألفا، واللي بعدها تسمى بيتا، وبعدها تسمى جاما. وهذه التسمية مستخدمة في الكثير من المشتقات أو المركبات الكربوكسيلية. مركبات الكربوكسيل according to this structure can be act on the carbon atom and can be act on the oxygen and can be act on the hydrogen. One of the most important things that we should know انه الاكسجين هذا more negative than carbon and therefore it will be partially positive and the carbon is partially positive and the hydroxyl group is also partially negative. يعني عندي بالمجموعة موقع اسمه حاموس نيوكروفايل وعندي موقع نيوكروفايل على المجموعة، وبالتالي تحصل عديد من التفاعلات على هذه المجموعة، أهمها على الإطلاق هو الاستبدال النيوكلوفيلي نيوكلوفيل سبستيوشن، تطلع مجموعة الأو اتش سالب وتدخل المكان مجموعة سالبة أخرى. مرر عليكم مشتقات الأميدات مثلا، يعني عندما when OH leaves وتدخل المكان مجموعة NH2 سالب، شوفوا تدخل مجموعة سالبة وتدخل مجموعة
سالبة. The leaving group is nucleophile and the entering group is nucleophile. وبالتالي هو تفاعل استبدال nucleophilic substitution. ويصير عندي الأميدات ويصير عندي الإسبرات ويصير عندي الأنهيدريد أنواع مختلفة. وممكن يصير عندي هالوجين يصير عندي المشتقات الهالوجين للأحماض الكربوكسيلية. فالعديد من المشتقات المهمة حيويا المهمة صناعيا المهمة في الكثير الكثير من الاستخدامات هي مشتقات الحوامض الكربوكسيلية. إذن الكربوكسيل الأسيد نحتاجه احنا في دراستنا للتعريف للحوامض الأمينية وسنحتاجها في الفاتي أسيد أيضا. سنرجع عليها أيضا في الفاتي أسيد. هذه المجموعة الأولى اللي تهمني حتى أدخل على الأمينو أسيد. المجموعة الثانية من المركبات العضوية التي أيضا تهمني علشان أعرف الأمينو أسيد هي المركبات التي تعرف بالأمينات. أمينو كومباوند. وهي أيضا عائلة من العوائل العضوية مهمة جدا جدا. قسم من عندها الفاتية وقسم من عندها أروماتية ولها استخدامات لها أول ما لها آخر. الآن الأحماض الأمينية هي حاصل اندماج المجموعتين الوظيفية اللي هي مجموعة الكربوكسيلات ومجموعة الأمين لكي نصف مركب على أنه حامض أميني. We have to get in it two functional groups. The carboxylic group and the amino group. هذا الشرط. والشرط الثاني هو أن تكون مجموعة الأمين على ذرة الكربون ألفا. يعني على ذرة الكربون المجاورة لكربون الكربوكسيل. وبالتالي الناتج الذي سيكون لدي سأمثله بالشكل التالي. This is an amino acid. This is an amino acid. It consists of a carboxyl group and an amino group attached or connected to the alpha carbon, which is the carbon adjacent to the carboxyl carbon. هذا الشرط لكي يكون لدي. يعني إذا كانت مجموعة الNH2 في مكان آخر فلا توصف بأنه أو لا نوصف المركب بأنه أمينو أسيد. يعني ممكن يصير مشتق آخر له اسم آخر له وظائف أخرى. To get an amino acid we have to have the amino group on the alpha carbon which is the carbon adjacent to the carboxyl carbon. أظن واضح الصورة الآن وهي ليست جديدة عليكم أيضا مرت عليكم في دراستكم الثانوية لكنني أظن أنها لم تعرف لكم بشكل تفصيلي مثل ما سنتعرف عليها اليوم. إذن معنى الكلام هذا بابا إنه هذا الجزء من تركيب الحامض الكربوكسيلي هو ثابت لكل الأحماض الأمينية. هذا البارت CNH2 COOH يعني بالذات هذا لأن هذا الH كمان ممكن يكون عليها كلام لكن هذا الجزء CNH2 COOH is a stable part of the structure of amino acid. واضح؟ في عندكم سؤال عليه؟ بدأنا بوضعها بطريقة أظن بعد ما نختلف عليها. قد واضحة تماماً. الشيء الآخر اللي نلاحظه هو الR group. هذه الR group توصف بأنها مجموعة ألكيلية. الكيل group. وأنا يعني على
عكس ما يقول لنا في المراجع حقتنا، أنا أقول إنها أكثر من مجموعة أذكيرية. إنها أكثر من مجموعة أذكيرية. ليش؟ لأنه إحنا عرفنا الآر الألكيني جروب هي آر إتش في الألكانات. يعني هذا جزء هيدروكربوني، كربون هيدروجين. عندما يفقد هذا الهيدروجين يصير مجموعة ألكيلية. الألكيل جروب في وصفها الدقيق الأساسي هي المجموعة الناتجة من فقدان هيدروجين أو إزاحة هيدروجين من ألكان. الألكان يعني المركب الذي يتكون من كربون وهيدروجين. لكن في الحوامض الأمينية سنرى، في الحوامض الأمينية باب سنرى أن الآر هذه هي ليست فقط كربون هيدروجين أتومز، وإنما فيها أنذر جروبس. لكن تبقى هاي الآر هي التي تميز بين حمض أميني وآخر، لأنه الوحدة الأخرى مستقرة ثابتة لكل الأحماض الأمينية. فوين راح يصير الفرق بين حمض أميني وآخر؟ في المجموعة آخر. يعني احنا نشوف الآن من دراستنا لبعض الأنواع الموجودة أمامنا، سنرى أن الذي يختلف بين حمض أميني وآخر هو إيش؟ R groups. واضح؟ في سؤال؟ واضح تماما. إذن الآن سنأخذ مجموعة من الأحماض الأمينية ونحاول أن نتعرف عليها في هذا الجدول، وهذا الجدول يتضمن اسم الحامض الأميني والرمز حقه، لأنه الأحماض الأمينية يرمز لها حتى أحكم أنها مرموز لها بثلاث حروف تقريبا. يعني كلها تقريبا مرموز لها بثلاث حروف، أظن هذا هو مستقر تمام. وفي رمز حق حرف واحد، يعني الترميز للأحماض الأمينية يتم أما بـ 3 cyclones or 1 cyclone. وعندنا structural formula، عندنا إيش؟ structural formula. وعندي قيم الـ PK1 والـ PK2 اللي هي التأين، ثابت الاتزان حقت التأين حقت هذه الأحماض الأمينية. وعندي إيش كمان؟ إيش كمان عندنا؟ إيش؟ في كيثين الار جروب هذه. الان هذا الجدول نبدا بحفظه من اليوم الى نهايه السنه. حطوا روحنا الجدول من الان الى نهايه السنه. هذا الجدول هو هذه الاحماض الامينيه المطلوب حفظها في هذا الجدول، الاسم الرمز والستركشرال فورمولا. هاي الأرقام الـ PK1 والـ PK3 تطلعون عليها، لكنها ليست حفظ. تطلعون عليها وشوفون الفرق بين الـ PK1 والـ PK2 لكل حامض كاربوكسيلي، لكنها ليست للحفظ. وفي حاجة أخرى ضيفوها للحفظ أيضاً، تطلعوا ليها من Structural Formula اللي هي Molecular Formula. Molecular فورمولا اللي هي ايش بابا؟ الصيغه الجزيئيه. الصيغه الجزيئيه فقط، نوع الذرات وعددها في الـ. يعني تحسبون من الستركتشرال فورمولا، اذا تحطون لكم في دفاتركم تعملون جدول اخر، تاخذون الستركتشرال فورمولا هاي اللي موجوده امامكم وتحسبون من عندها ايش؟ تحسبون من عندها الموليكيولر فورمولا. اذا اسم الامينو اسيد، السيمبول حقته، الستركشرال فورمولا والمولكيولر فورمولا. ونلاحظ فورا هنا من الجدول هذا قدامنا بالستركشرال فورمولا، تلاحظون انه الكربوكسيل جروب طلع منها الاتش وخلى مكانها سالب، يعني دي ايونايزد، ات از ايونايزد. وين راحت الاتش موجب؟
راحت على نجتوم. انتبهوا انتبهوا، يعني عادة تركيب الأحماض الأمينية يشار له بهذه الطريقة، يشار له بطريقة الـ يصير دي بروتينيشن، يعني إزاحة بروتون from the carboxyl group، وين يروح يعمل بروتينيشن للأمين جروب. طبعا مجموعة الكاربوكسيلات عندما تفقد بروتون تصبح سالبة الكاربوكسيل، عفوا مجموعة الكاربوكسيل عندما تفقد البروتون، عندما تتأين وتفقد بروتونها تصبح سالبة. وإيش يسوي هذا البروتون ويا مجموعة الـ NH2؟ هيا حمض الوس وقاعدة توس، وإيش يصير بينهم؟ كوردينيشن بوند، يصير تناسق، تتحد مجموعة الأنشتو عبر زوج. ما علشان نذكركم، ما أنتم تحتاجون دائما إلى ريفريشمنت لأنه تنسون، ولا ليش إحنا قرينا الروابط التناسقية؟ ليش قرينا أنواع الروابط؟ مش لأننا نحتاجها. ليش قرينا أو تعلمنا لوس أسيد ولوس بيس؟ مش لأنه نحتاجها. فهذا هنا يحصل، هذا نخلي نسميه تفاعل داخلي، عملية أيونيزيشن داخلية. الاتش موجب تطلع من الكاربوكسيل وهي عندها أوربيتال فاضي، empty أوربيتال، صح ولا لا؟ هي ايش فيكم الدنيا صبح؟ صلوا على النبي. ها، وعندي مجموعة الأمين عندها unshared pair of electrons، يتناسق الأمونيا عفوا النيتروجين في مجموعة الـ NH2 مع الـ empty orbital تماما، مثل التفاعل اللي عملناه للأمونيا مع H موجب، تذكرون ولا لا؟ من أخذنا الرابطة التناسقية. انسوا على راحتكم، انسوا، هذا راح يطلع الكلام في اليوتيوب، وأنا وأنا بهنيكم على نسيانكم، وعلى تسمعوا من هنا وتطلعوا من هنا، مبارك عليكم. ما يصلح هذا الكلام، لازم الحاجة اللي تدرسوها لازم تحضر دائما عندكم، لأن إحنا ما ندرس لكم إياها بطريقة التلقين، الآن نشرح لكم إياها بطريقة واضحة لا لبس فيها، وأعطينا أمثلة عليها، وبالتالي يفترض أن تكون معروفة. أيوة تفضل. ما شرحت لكم رابطة تناسقية؟ قلت لكم الرابطة التناسقية هي الرابطة التي تتكون بين زوج إلكترونات من قاعدة لوس في أوربيتال جزيئي مع أوربيتال فاضي في حمض لوس. وقلت إن الرابطة التناسقية هي التي تتكون من تداخل أوربيتال فيه زوج إلكترونات مع أوربيتال فاضي، وبالتالي فإن مصدر زوج الإلكترونات الرابطة هو أحد المواد المتفاعلة، وليس إذا أنت مش موجود هذه مشكلتك، وإذا أنت ما قد سمعتها هذه مشكلتك. معلش هعيدها كمان، لكن أنا متأكد أني شرحتها لكم. عليك لو جينا الحامض الأمين الأول اسمه جلايسين وتركيبه H، طبعا اللي ينحط باللون الازرق هي المجموعه السابقه المستقبل سي اتش سي او او سالب ان اتش 3 موجب. وانا قلت ان النيتروجين عندما يتداخل تناسقيا مع حاجه اخرى مع حمض لوس فانه يفقد زوج الالكترونات ويصبح موجب، وهذا هو سبب الشحنة الموجبة على الأمونيا عندما تتفاعل مع الأتش موجب، وهو سبب الشحنة الموجبة على الماء عندما يتفاعل مع أتش موجب ويديني أيون الهيدرونيوم. كلها تعرفوها هذه، كلها تعرفوها. عليك
أول حاجة نلاحظها في هذا أول حمض أنيني أنه التركيب حقته ألفا، والألفا هنا تختلف عن الألفا حقة السكريات. الألفا حقة السكريات هنا تشير إلى ماذا؟ تشير إلى اتجاه المجموعة الـ OH الأنومرية. أما تكون إلى الأعلى أو الألفا هنا تشير إلى اسم لذرة الكربون اللي هي ذرة الكربون المجاورة لمجموعة الكربون. هذه حاجة. في حاجة ثانية في غاية الأهمية في هذا الحامض الكربوكسيلي، عفوا الحامض الأميني، هو حامض كربوكسيلي نعم لكنه أمينو أسيد. من يعرفها من يشوف ذرة الكربون ألفا ليست كلامية، وهذا يكاد يكون استثناء وحيد في الأحماض الأمينية. معظم الأحماض الأمينية تكون فيها مجموعة أو ذرة الكربون ألفا كايرال، وما دام ذرة الكربون كايرال فسنتوقع أن نحصل على 2 إنتومرز لكل حامض أميني، واحد اسمه L والآخر اسمه D اعتمادا على علاقة الـ NH2 بالـ COOH. نعرف متى تكون ألف D ومتى تكون L، والعملية أيضا مرتبطة بالكونفيجريشن حقة الجلايسيرالديهايد، نفس الكونفيجريشن حقة الجلايسيرالديهايد. وهنالك فرق جوهري بين السكريات وبين الأمينو أسيد، هو أن السكريات الجزء أو العائلة الغالبة فيها والفعالة فيها هي الدي فعلا، هي المركبات اللي الكونفيجريشن حقتها دي. أما الأمينو أسيد فإن الجزء الفعال فيها والحاضر في مختلف التفاعلات أو الأكثر حضورا في مختلف التفاعلات الحيوية هو الـ L وليس الـ D. فالسكريات العائلة البريدومينانت السائدة هي D، والمور أكتف بيولوجيكالي أكتف هو الـ D sugars، في حين في الأمينو أسيد هو الـ L أمينو أسيد. وعرفنا الفرق بين الألفا في السكريات والألفا هنا، لا تخلطون. الألفا في السكريات تعني شيء والألفا هنا تعني شيئا. خليك الباب. المركب الثاني الأمينو أسيد الثاني هو الألانين، والرمز حقته ثلاثي الأحرف أي أو أ ألا، والرمز حقته في الحرف الواحد هو حرف أي، ولاحظوا الستركشرال فورمولا حقته الآر عوضناها سي اتش 3. الآر في الجلايسين هي اتش، الآر في الجلايسين هي اتش، هو أصغر من الأمينة الأكسوري، هو تقريبا أصغر واحد، هو تقريبا أصغر واحد، في حين الآر في الألانين هي سي اتش 3 مجموعة، يعني هي مجموعة آر حقيقية ما فيهاش أي زيادة. ولاحظوا الآن من انتقلت من اتش إلى سي اتش 3 في المركب الثالث أو في الجزيء الثالث الفالين في أي أو بي، الآر هي آيزوبروبان، ايزو بروبان سي سي اتش 3 سي اتش 3. لاحظوا ليش قلت ايزو؟ لان ارتباط الحمض الاميني او مجموعه الحمض الاميني بالمجموعه الالكيليه على ذره الكربون رقم 2، ولذلك فهو ايزو، ولا يزال الحامض الاميني فيه ار حقيقيه ليس عليها اي زياده. اتسال الكيل جروب اللي بعده هو الريوسين، وفيه مجموعة الآر هي CH2CH3
CH3 أربع ذرات كربون فيها تفرع على الكربون رقم 2 فهو آيزوبيوتين. آيزوبيوتين والآيزوليوسين اللي هو الفرد الخامس تقريبا فيه آيزو اثنين أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة هو كمان أربعة لكن أعتقد هذا مش يعني هو ليس آيزو مثل الأول التفرع اللي هانا فيه هو فيه مجموعة C2H5 التفرع اللي عليه فيه مجموعة C2H5 هذا الخط تحت هذه المجموعة يؤشر إلى انتهاء هذا الصنف أو هذه المجموعة من الأمينو أسيد. لماذا؟ لأن هذه المجموعة كلها تحتوي على مجموعة R حقيقية مكونة من كربون وهيدروجين. الصنف الثاني من الأحماض الأمينية هو الذي تكون فيه مجموعة الألكيل معوضة بOH يعني هيدروكسيل معوضة بمجموعة OH. الأول هو السيرين ولاحظوا إنه هو يعني يشبه من الجلايسين باستثناء إنه طلع منه هيدروجين وحلت محله مجموعة OH والآخر كمان فيه مجموعة OH اللي هو ثيورين والتايروسين هذا التايروسين تحت بعدين نجي عليه لكن هنا تشوفوا انه الحامض الاميني فيها او الحامض الاميني في هذه المجموعه هي التي تحتوي على مجموعات الكيليه معوضه بايش؟ بهيدروكسيل جروب الكيل جروب سبستيتيوتد وذ هيدروكسيل جروب. دكتور وش معنى اضالت احنا عندنا في نهايه اضالت 13؟ تقريبا هذه يعطي الارقام حقت البي كي قلنا. البي كي 1 هي التحلل الاول والبي كي 2 هو التحلل ثابت التحلل الثاني والثالث هو التحلل الثالث وتعرفون شنو معناته هذه؟ مثلا عندنا اتش سي ال واتش ان او 3 فيها تحلل واحد تفقد هيدروجين وتتحول الى احماض برونشتين. الحامض H2SO4 يصير ثنائي التحلل يعني أول مرة يفقد H ويدي HSO4 سالب ومن ثم HSO4 سالب يتحلل يدي SO4 سالب زائداً H فهذا يتحلل بمرحلتين يعني يكون عنده PK1 وPK2 والH3PO4 مثلاً حمض الفسفوريك يصير عنده التحلل وين الأول يفقد H وحدة ويصير H2PO4 ناقص وهذا يفقد H ويصير HPO4 ناقص 2 ومن ثم هذا في المرحلة الثالثة يفقد H ويصير PO4 ناقص 3 هذا معنى PK1 والPK2 والPK3 يعني هي الأحماض تحلل حسب عدد الهيدروجينات الموجودة فيها هي مونوبروتونيك أسيد ولا دايبروتونيك أسيد ولا ترايبروتونيك أسيد حسب النوع حقتها حسب التركيب حقتها فقلنا هاي الأرقام اللي تطلعون عليها فقط وليست للحفظ. النوع الآخر من الأحماض الأمينية هو الذي يحتوي على مجموعتي كربوكسيل. هو الذي يحتوي على مجموعتي كربوكسيل. على فكرة الحامض الأميني نستطيع أن ننظر له قبل ما يصير موجب وصالح. نستطيع أن ننظر على أنه هو مرجزي تحتوي على موقع حامضي وموقع قاعدي. موقع حامضي موقع قاعدي. إذا كان يحتوي على مجموعة كربوكسيل واحدة ومجموعة NH2 واحد. عندنا أنواع من الأحماض الكربوكسيلية تحتوي على مجموعتي كربوكسيل فيصير حامضي. لأن تتغلب الصفة الحامضية يصبح حامضي. فعندنا احماض امينيه مثل السيستين عبرت مجموعه اللي تحتوي على مجموعه سلفر او ثايو جروب عفوا درس سلفر ثايو جروب لان الاس اتش
يعني ما كان هيدروكسيل بصير ثاي اول مجموعة ايش؟ ثاي ثاي اول. فعندي من هالسيستين اللي يحتوي على مجموعة ثاي اول واحدة، وعندي النوع الثاني ميثيلين اللي يحتوي على كبريت واحدة حلت محل الهيدروجين في الأول انذر مثل جروب. يعني صارت عندي ايش؟ صارت عندي الاس هانا، هذا الاس كانت مرتبطه ب اتش اصبحت مرتبطه ب سي اتش 3. اللي بعده قلنا الاحمر التي تتشكل او تتكون او كونتينينج تو كاربوكسيل جروب، ومنها الاسبارتيك اسيد. ولاحظوا الاسبارتيك اسيد في تو كاربوكسيل جروب، وحده من عندهم هي الاساسيه قد هذه الكعبه. ايوه الثانيه وين اضيفت؟ اضيفت الى سي او او على مجموعة مثلا على مجموعة الأثير. والنوع الآخر فيه مجموعة كاربوكسيل لكن الـ OH حقتها معوضة، يعني هذه أصلا هذه أميدو، هذه أميدو جروب، يعني هذه أصلا OH بابا وتعوضت الـ OH بمجموعة NH2 فصارت هذه مجموعة أميدو، لكن هي اصلا يعني ايضا هي اصلا مجموعه كاربوكسيل مجموعه كاربوكسيل، يعني كانما اخذنا هذا الحامض وازحنا مجموعه الاو اتش من عنده ودخلنا مكانها زي ما تكلمت لكم هنا، دخلنا مجموعه NH2 في تفاعل استبدال نيوكلوفيلي. وهذا الحمض الاخر يعني حيختلف في عدد ذرات الكربون فيه، وايضا فيه مجموعه كاربوكسيل ومجموعه كاربوكسيل ثانيه. والنوع الثالث يزداد فيه عدد ذرات الكربون وتبقى مجموعة الكربوكسيل معوضة بمجموعة أمين، يعني صار أميدو جروب. فإذا صار عندي الحماض الأمينو أسيد اللي فيها اثنين حامض كربوكسيلي على نوعين، أما مجموعتي الكربوكسيل حرة أو في بعضها استبدلت مجموعة الأو اتش، استبدلت مجموعة الأو اتش بمجموعة NH2 مجموعة أمين. أيوة تمام. النوع الآخر من هذه المركبات هو اللي يوصف بأنه قاعدة، يعني فيه مجموعتي NH2، فيه مجموعتي NH2، وهذا الأرجينين أو الأرجينين هو النوع الأول. ولاحظوا هنا عندي كم نيتروجين فيها؟ واحدة اثنين ثلاثة، فيه ثلاثة مجاميع نيتروجين. الرابعة هذه مستقرة، في هذه إنما هذه يعني هذه الآن التغييرات وين تصير بابا؟ تصير بالآر جروب. هاي الأديشنال فانكشنز كلها وين موجودة؟ على الآر جروب. فإذا صار عندي الأرجينين أو الأرجينين يحتوي على ثلاثة نيتروجينات، واحدة منهم هذه مرتبطه بالكربون الاول حقت السلسله الاولى الالكيليه، وهذه ال N مرتبطه بالكربون، وهذه مرتبطه ب دبل بوند NH2 وصارت مجموعه NH2 موجبه، وهذه مجموعه مين حره. والمركب الاخر اللي هو اللايسين عليه مجموعه امين واحده على سلسله من ثلاث اربع ذرات كربون فلوتان يعني اصلا. والهيستيدين المجموعة المعوضة فيه هي خاصة جدا أيضا ومختلفة تماما، اللي هي في حلقة خماسية الأضلع غير متجانسة. شوفوها غير متجانسة، نسميها غير متجانسة لأنه فيها إلى جانب ذرات الكربون في ذرات أخرى فنسميها هيتيرو. يعني لما تكون الحلقة مثلا تذكرون بابا البريدين، تذكرون البريدين، البريدين مثلا على سبيل المثال ايش فيه؟ في حلقه من ذرات الكربون وفيه نيتروجين فنسميه هيتيرو. في عندنا هذا الصنف من المركبات العضويه الاروماتيه كثيره جدا، مركبات مهمه جدا، ناتشرال اكيرنج، منها فيتامينات، منها عقاقير، منها ادويه كثيره جدا تسمى الهيتيرو سايكليك كومباوندز، منها خماسيه حلقات
الخماسية الأضلع، منها سداسية الأضلع، منها حلقات منصهرة، عالم كامل. وأعتقد في المحاضرة الأخيرة حقت الأروماتية اللي حطيت لكم إياها على اليوتيوب، إذا طالعوها ترى مهمة لكم الأروماتية الإلهانية. يعني أنا يهمني الربط هذا، يعني أنا من جبت الأروماتية علشان نعرف إيش هي الأروماتية ونعرف إيش علاقتها بالكيمياء الحية. أنا الآن يبدأ نشوفوا هذه المركبات أمينو أسيد فيها مجاميع وظيفية، هي عبارة عن أروماتيك كومباوند. النوع الأول هذا الهيستيدين، لاحظوه يحتوي على هذه الحلقة ضلع 2 3 4 5 وفيها ذرتي نيتروجين إضافة إلى ذرة الكربون واحدة 2 3 تسمى هيدرو سابليك. وأعتقد إذا تحسبون طبقا لقاعدة هيوجل حقة المركبات الأروماتية اللي شرحتها لكم، ستجدون أنه هذا الجزء من الحامض الأميني هو أروماتي. لكن عموماً الحين أنا ما أتشغل في هذا، لأن عندي الآن ما هو واضح أروماتي. اللوع الآخر اللي هي Containing Aromatic Rings حلقة. هسا عرفت ليش أديتكم المحاضرة أمس؟ لأن أنت من تسمع أروماتك وأنت ما تعرف شنو أروماتك، عندي عليك الخرب العصفور. في حين احنا الان وترجعون لمحاضره امس على اللي نزلت لكم اياها، بتشوفوا تعريف الاروماتيه، ايش معنى الاروماتيه، وايش متى يكون المركب اروماتي، شروط الاروماتيه، وبالتالي وتعرفون ماذا احنا نزلناها لكم لكي تربطوها مع المركبات اللي هي الامينو اسيد. ومن نربطها بالامينو اسيد معناته ربطناها بالبروتينات، ومن نربطها بالبروتينات معناته ربطناها بالانزيمات ومختلف انواع البروتينات الاخرى. وكذلك سنحتاج لنرجع الى صفه الاروماتيه او خاصيه الاروماتيه او معنى الاروماتيه في النيوكليك اسيد في الاحماض النوويه، لانه الحمض النووي ار ان اي ودي ان اي يتكون من ارتباط السكر بقواعد نيتروجينيه اللي هي تشبه هذه المركبات النيتروجينيه ويكون لها أو تمتاز بكونها أروماتية. عرفتوا ليش الحين إحنا نهتم بالأروماتية؟ مش لأنه البعض يظن أنه هي مركبات أغنى من الناس دعوة فيها، لكن إياكم، لأن المركبات الأروماتية مهمة جدا، والكثير الكثير الكثير فيتامينات أدوية غيرها يوم اللي ندخل على تركيبها سنجد أنها تحتوي على أروماتيك مويديز، أروماتيك كامباوندز. هذا المركب فيه حلقة بنزين، هذا مركب أروماتي البنزين، فإذا الأمينو أسيد سيأخذ أيضا صفة أروماتية. اللي بعده يحتوي على بنزين معوض بمجموعة OH. البنزين المعوض بمجموعة OH يسموه فينول. فينول تمام، فكمان هو حلقة أروماتية. واللي بعده هذا التريبتوفين فيه حلقة مصهرة، هاي يسموها فيوز رين، مكون من حلقة بنزين ومرتبطة فيها هاي الحلقة غير متجانسة. وهذا التركيب أيضا تركيب أروماتي. وآخر حامض أميني في هذا الجدول في هاي السلسلة من الألفا إل أمينو أسيد اسمه البرولين، ونلاحظ هنا تركيب أيضا مختلف للحمض الأميني، لأنه الحلقة تداخلت ما بين النيتروجين الأمين وكربون المرتبط بالكربوكسيل. شوفوا هذا، يعني ما عندي مجموعة هنا أنا R منفصلة عن البيسك ستركتشر. البيسك ستركتشر كربون أمين جروب، لاحظوا هذا الظل الأزرق ارتبط فيه هذا العامل الأروماتي وأعطاني الأمينو أسيد اللي يعرف باسم البرولين. الآن عرفنا أسماء وأنواع مختلفة من الأحماض الأمينية، وهذه الأحماض الأمينية تقريبا كلها تدخل في تركيب البروتينات اللي كلنا نعرف أنها ماكرو مولكيولز بايو مولكيولز في غاية الأهمية. وما فيش طبيب في الدنيا ما يعرف الأمينو أسيد وما يعرف
البروتينز المتركبة منها، وأيضا ستدخلون في دراسة تفصيلية للميتابوليزم، عمليات الميتابوليزم، ونشوف كيف هذه الأمينو أسيد منين تتكون في داخل أجسامنا. نحن نأكل أنواع مختلفة من المصادر البروتينية، اللحم بأنواعه، البيض، السمك، هذه مصادر حيوانية، ونأخذ مصادر نباتية، البقوليات، في أنواع من البقوليات تحتوي على أنواع مختلفة من البروتينات، لكن المصدر الأساسي للبروتينات هو من اللحم. نحن نأكل لحم يتحلل في داخل جهازنا الهضمي إلى أمينو أسيد. وليش ننوع إحنا الأكل حقتنا؟ لأننا علشان نحصل على أنواع مختلفة من الأمينو أسيد، لأنه الأنواع المختلفة من اللحوم فيها أنواع مختلفة من البروتينات، يعني فيها أنواع مختلفة من الأمينو أسيد. فتحلل الماكرومولكيولز اللي هو البروتين، يتحلل في داخل جهازنا الهضمي ويتحول إلى أمينو أسيد، ومن ثم يأخذ هذا المصنع الكيميائي العملاق بإرادة الله جل في علاه، يأخذ هاي الأمينو أسيد ويحولها إلى مختلف أنواع البروتينات. ويكفي أن أقول لكم أن جلدنا في أماكن مختلفة في جسمنا فيه، يعني نشوفه مختلف، يعني جلد اليد هذا مختلف عن باطن اليد، وعندي ظفر، هذا الظفر هو عبارة عن بروتين، it is type of proteins، والشعر type of proteins. ولاحظوا كل جزء من جسمنا ناخذه نشوف انه فيه تركيب بروتين مختلف، لانه انواع البروتينات الموجوده في جسمنا مختلفه. هذا بالمظهر الخارجي، اما في داخل جسمنا فمؤكد انتم طلعتوا على التشريح وستستمرون في دراسه الاناتومي، وتعرفون انه الانسجه المختلفه، مثلا البروتين الموجود في جدار القلب غير البروتين الموجود في الرئتين، والبروتين الموجود في الرئتين غير البروتين الموجود في الليفر مثلا، وهكذا بقية أجزاء الجسم. وكلنا نقول سبحان الله وشكرا لمن خلقنا ولطف فينا في هذا البناء الذي يمتاز بالمرونة والحيوية والقدرة على الخلق. كل شيء خلق فينا أنا أعتبره، مش أنا أعتبره، هو حقيقة أنا أقول إنه الله سبحانه وتعالى موجود في كل خلية من خلايانا، في كل نسيج من أنسجتنا، ونحمد الله ونشكره حق حمده، وقبل الحمد وبعد الحمد وحتى الرضا إن شاء الله.